بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أهلا بكم. الحلقة دي والنوعية دي من الحلقات يمكن أنا مقل فيها جدا في القناة بتاعتي، وهي بتتكلم فيها عن أخبار طبية أو علمية تهم شريحة كبيرة جدا من الناس. اتكلمت فيها عن شرائح الدماغ والشرائح اللي بيزرعوها أو بيحاولوا أنهم يزرعوها في أدمغة الناس، واتكلمت عن حاجات أطراف صناعية وتركيبات صناعية في النخاع الشوكي، أو عن شرايح بيزرعوها عشان عينين الناس والرؤية والبصر. فأنا بحب دايما أتابع الأخبار العلمية اللي بتفيد في الطب أو بتفيد في مجالات علمية متعلقة بها وتهم جزء أو قطاع من الناس. أنا ناوي يعني أعمل خصص جزء من المجهود اللي في القناة دي لأن هذه النوعية من الأخبار. فإذا كانت النوعية دي من الأخبار يعني بتعجبكم أو عجبتكم، أرجو أن كنتوا يعني تعملوا لايك وتحطوا تعليق وتدوني اقتراحات في تطوير هذا النوع من المحتوى. أول حاجة عندنا النهاردة هو معلومة عن أو خبر عن استحداث أجنة بشرية صناعية، ودي حاجة مشكلة كبيرة جدا لأن الأجنة البشرية الصناعية دي ليست من حيوان منوي وبويضة خالص. دي أجنة مخلقة من خلايا جذعية مأخوذة من أنسجة إنسان. يعني إيه؟ يعني الباحثين اللي بينشروا البحث ده أخذوا خلايا زي من الجلد وحولوها إلى خلايا جذعية، ثم حولوها إلى أجنة، والأجنة دي عاشت لـ 14 يوم، أطول فترة ممكن يعيشها جنين خارج الرحم. عاوزين يوصلوا لإيه؟ هما بيقولوا إحنا نوايانا خيرة، لأن القوانين الدولية بتمنع التجارب أو الأبحاث اللي على الأجنة البشرية اللي عمرها أكتر من 14 يوم، فإحنا عاوزين نعمل أجنة مخلقة ليست بشرية، يعني أو لا ينطبق عليها، ليست من حيوان منوي وبويضة والكلام ده، يعني مش أجنة ولكن تأخذ شكل الجنين. فهم عملوا الحكاية دي ووصلوا لعمر أجنة ليست من حيوان منوي وبويضة وليست من ذكر أو أنثى نهائيا، من خلايا جلدية ومن خلايا جذعية ليست من أصل حيوان منوي. شيء مثير وشيء خطير جدا أن المجتمع العالمي كله هب وقام وهاج، لأن الموضوع فيه قوانين أخلاقية. طبعا الاثنين العلماء دول هجيب لك اسمهم عشان نعرف يعني هل هم نواياهم خير ولا لا. واحدة منهم اسمها ماجدالينا زيرنيكا جويتز، ودي في جامعة كامبريدج، دي إحدى أكبر الجامعات الأجنبية. الثاني دكتور جاكوب حنا من معهد وايزمان للعلوم في رحفوت في إسرائيل، وبيدوروا كيف يصلوا إلى جنين ليس من البشر أملا أن هم يصلوا إلى إنسان ممكن يوصلوا بعد كده الإنسان ليس مخلقا من بالتخليق الطبيعي. لكن طبعا ده مستحيل، وربنا سبحانه وتعالى في القرآن تحدى مش بشر على ذبابة ان هم لن يستطيعوا ان يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لها. كلمة اجتمعوا لها دي يعني موجودة في القرآن بتطبق في العلم حاليا بدرجة لا تتخيلها. تلاقي ان في ادي واحد هو مثلا من معهد وايزمان في إسرائيل، والتانية من جامعة كامبريدج في إنجلترا، وتلاقي ناس تانية من جامعة بيجتمعوا علماء من جامعات أو معاهد كتيرة أو معامل علمية يجتمعوا علشان يعملوا بحث علمي عالي الكفاءة أو الدينة إضافة علمية كبيرة. فكلمة اجتمعوا له دي يعني بتطبق حاليا بحذافيرها، ولم يحدث في تاريخ البشرية أن اجتمع علماء. يعني لو رجعت العلماء في زمان في القرون الوسطى أيام كان المسلمون متقدم، كنت تلاقي العالم يقول لك ابن سينا وجابر بن حيان وفلان في الفيزياء، كان دايما العالم لوحده بس يبقى هو المسؤول عن إنتاجه العلمي. لكن اجتماع مجموعة علمية من أماكن شتى ده ما حصلش غير في عصرنا الحديث، وده يعني بيثبت أن التحدي قائم إلى آخر مدى. هو لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فهم بيأملوا احنا بنسيب العلم يمشي زي ما هو ماشي، والناس دي اصلا لا تؤمن بالله وماشية على امل انها تصل الى تحدي كبير.
فعاوزين يخلقوا جنين ويعيش. الجنين طبعا عاش لمدة 14 يوم ثم مات، وبيقولوا ده إنجاز علمي كبير جدا، وإحنا هنستخدم الأجنة دي استخدام يعني شريف بأن إحنا ندرس عليها كيف يعني يصل الإنسان إلى يعني ندرس مراحل تطور الجنين والمشاكل الصحية اللي بتحصل للأجنة والكلام ده، وما نستطيع أن نعمله من تجارب ما بتتعملش على الأجنة أو ممنوع تتعمل بالقانون على الأجنة البشرية. ففي خناقة بقى كبيرة، وجماعة قانونيين قال لك لا الكلام ده لازم نحط نوسع القانون بحيث يشمل النوعية دي من الأجنة، لأن احنا ممكن نفاجأ في يوم من الأيام بمشكلة كبيرة جدا لا تستطيع البشرية أن يعني تتحمله. موضوع الأجنة المخلقة ده في الحيوانات نجح، ان احنا نجيب اجنه ونعملها وتعيش بره والكلام ده، ثم نزرعها في حيوان تاني وتكمل ويطلع في الحيوانات ناجحه، ولكن في البشر فاشله حتى الان. اكتر من 14 يوم اجنه بشريه. الخبر العلمي التاني اللي لفت نظري هذا الاسبوع هو ان يعني في مقاله مهمه قوي اتنشرت في مجله نيتشر عن تغيير في محور الارض، ميلان شديد في محور الارض بسبب المياه الجوفية. لقوا أن سحب الإنسان وبالذات في قارة أمريكا وفي الهند، الدول دي بتشفط، غرب أمريكا بالذات بتشفط مياه جوفية بكمية كبيرة جدا. بيقدروا أن من سنة 93 1993 لسنة 2010 بس سحبوا أكتر من 2 تريليون طن من المياه الجوفية. عملية سحب المياه الجوفية دي وضخها بعد كده بتطلع بعد كده تروى بها المزروعات ثم تتبخر ثم تنزل في المحيطات، أخلت بكتلة الأرض بتوازن كتلة الأرض وأدت لميلان في الأرض. بيقدروا الميلان ده بأكتر من 5 سنتي في السنة، حوالي 5 سنتي في السنة، وإن لو استمر الأمر بتاع ميلان محور الأرض ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا، وقد يكون ده من أحد المسببات اللي بتسبب بعد كده حتة إن انعكاس الغروب والشروق اللي يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيبشر بيها أو ينبئ بيها في آخر الزمن، إن تشرق الشمس من مغربها وتغرب من مشرق. فقد يكون حكاية الميلان ده اللي بيحصل في القطب ده مقدمة لهذا الأمر، ودي عملية ثبتت خلاص محسوبة بالصمت، يعني بيقول لك هو 4.36 سنتيمتر ميلان سنويا، ده على بالحسابات وبالتجارب والمشاهدات. فعملية تستلزم الالتفات لها، وطبعا مش ملهاش حل لان المياه الجوفية لا يستغني عنها اي الناس في الزراعة. ده خبر برضو قابلني في مجلة نيتشر، وده خبر مهم جدا جدا يعني. ده بالنسبة للأخبار دي، وأرجو أن كنتم تدلوا في التعليقات يعني هل هذا النوع من المحتوى، لأن في أخبار كتيرة جدا طبية وعلمية بتفيد الناس ولا تستحق بصراحة، هي مهمة جدا ولكن لا تستحق أن احنا نعمل لها حلقة مخصصة، ولكن بنجمع خبرين ثلاثة ونحطهم في حلقة واحدة. ده اللي عندنا النهاردة، وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.